الدب القطبي مقابل الدب الأشيب، من سيفوز؟ من الرائع معرفة القدرات والقوة الخام التي تمتلكها الحيوانات الكبيرة. الدببة حيوانات معروفة ومتنوعة، فمثلا الدببة القطبية والدببة الرمادية الضخمة هي الأكثر شعبية عند الناس بسبب قدراتهم الفريدة وحجمها الكبير. في كثير من الأحيان يقارن الناس الدب القطبي مقابل الدب الأشيب ويتساءلون من سيفوز في صورة المواجهة. هذا التقرير سوف يساعدك في معرفة الفرق والمقارنة بين الدب القطبي والدب الأشيب، وليس هذا فحسب، بل سنقدم أيضا فكرة واضحة حول من سيقاتل بشكل أفضل من الآخر. لفهم الاختلافات الرئيسية بين الدب القطبي والدب الأشيب تحتاج إلى معرفة الحقائق الرئيسية عن كليهما. لننطلق. الدب القطبي. تعيش الدبابة القطبية في واحدة من أبرد البيئات على كوكب الأرض، وتعتمد على طبقة سميكة من الفراء المعزول والتي تغطي طبقة دافئة من الدهون. هذه الحيوانات المفترسة القوية عادة ما تفترس الفقمة، وللبحث عن طعامهم المفضل فإنهم يترددون على مناطق الجليد المتحرك حيث قد تظهر الأختام لاستنشاق الهواء، كما أنها تطاردهم على حواف الجليد وفتحات التنفس. إذا أتيحت الفرصة فإن الدبابة القطبية ستأكل جثثا أيضا، مثل جثث الحيتان الميتة. هؤلاء العمالقة في القطب الشمالي هم أسياد بيئتهم وليس لديهم أعداء طبيعيون. تعتبر الدببة القطبية جميلة وجذابة، لكنها مفترسة وقوية ولا تخشى البشر في أغلب الأحيان، مما قد يجعلها خطرة. فهو حيوان ثدي آكل للحوم، وهو كبير الحجم بشكل مذهل. يبلغ وزنه حوالي من 900 إلى 1600 رطل. متوسط العمر الافتراضي في البرية من 25 إلى 30 سنة. أما عن الحجم فمن الرأس إلى الجسم فيبلغ 7.25 من 100 إلى 8 أقدام. الذيل من 3 إلى 5 بوصات. الدب الأشيب. الدب الرمادي هو نوع فرعي من الدب البني، عاش في معظم غرب أمريكا الشمالية وحتى جاب السهول الكبرى. تحتاج هذه الحيوانات إلى مساحة كبيرة يمكن أن يشمل نطاق موطنها ما يصل إلى 600 ميل مربع، لذا فإن موطنها المثالي هو مكان معزول عن التطور ويحتوي على الكثير من الطعام وأماكن لحفر أوكارها. تميل هذه الحيوانات العملاقة المذهلة إلى أن تكون حيوانات منعزلة باستثناء الإناث وأشبالها، ولكنها في بعض الأحيان تتجمع. يمكن رؤية التجمعات للدبابة الرمادية في أماكن الصيد الرئيسية في ألاسكا عندما ينطلق السالمون في اتجاه المنبع للتكاثر الصيفي. في هذا الموسم قد تتجمع العشرات من الدبابة لتتغذى على الأسماك متلهفة للدهون التي ستدعمها خلال فصل الشتاء الطويل والقادم. الدبابة الرمادية هي من الحيوانات المفترسة القوية في السلسلة الغذائية، ومع ذلك فإن الكثير من نظامها الغذائي يتكون من المكسرات والتوت والفاكهة والأوراق والجذور. تأكل الدبابة أيضا حيوانات أخرى مثل القوارض والموظ، ويبلغ حجم الدب من 5 إلى 8 أقدام وبوزن يقدر ب 800 رطل. وعلى الرغم من حجمها المثير للإعجاب فقد تم تسجيل سرعته ب 30 ميل في الساعة. يمكن أن تكون خطيرة على البشر، خاصة إذا أخفتهم وإذا اقترب البشر بين الأم وأشبالها. من سيفوز؟ كثير من الناس فضوليون لمعرفة من سيفوز في معركة بين الدب القطبي مقابل الدب الأشيب. من المهم أن نلاحظ أن الدبابة القطبية أكبر مقارنة بالدبابة الرمادية، ولديها كفوف أقوى وأسنان حادة، ولكن الدبابة الرمادية قوية وأكثر عدوانية ولها بنية عظمية ممتازة مقارنة بالدب القطبي. الدبابة القطبية هي الأكبر بين أنواعها، ولكنها ليست شرسة مثل الأنواع الأخرى. لديهم جمجمة أطول وأرق مقارنة بالدب الأشيب. يمتلك الدب الأشيب رأسا أقصر وثقيلا وسميكا، ولديه أيضا هيكل وكتف قوي جدا. لو وضعنا الاثنين في ظروف ملائمة فسيكون للدب الأشيب مزايا كافية للقضاء على الدب القطبي، لذا فإن الأشيب هو الفائز. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك من الذي قادر على الفتك بالآخر، الدب القطبي أم الدب الأشيب؟